مرحبا بكم متابعي قناة الكلاسيكو في فيديو جديد. قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. يعتبر كريستيانو من أشهر لاعبي كرة القدم الذين عملوا بجهد كبير ليصل إلى ما هو عليه الآن، وهو يعرف جيدا أكثر من أي شخص آخر كيف هو أمر صعب أن تصل إلى حلمك وأن تصنع نفسك بنفسك. كريستيانو لم يكن طريق نجاحه مفروشا بالورود، حيث أنه نشأ في عائلة فقيرة جدا، وكان والده مدمنا للخمر. لقد نشأت في عائلة فقيرة جدا، لم يكن لدي شيء، لا ألعاب ولا حتى هدايا عيد الميلاد. كنت أنام في غرفة واحدة إلى جانب شقيقي وشقيقتي، وفي الغرفة الأخرى كان ينام والدي ووالدتي. طفولة رونالدو صعبة جعلته لا يدلل أطفاله، وخصوصا ابنه الأكبر جونيور، بل أن يقوم بتربيته تربية صارمة تقوم على العمل والانضباط. يعتقدون أن كل شيء يأتي بسهولة، نوعية الحياة، المنازل، السيارات والملابس. هذا ما أحاول غرسه في ابني، وأعلمه أن الموهبة وحدها لن تشتري له هذه الأشياء، بل بالعمل الجاد والتفاني ستحقق أحلامك. واختار كريستيانو أن يعلم ابنه درسا في الحياة عندما اصطحبه في أحد المرات للمكان الذي نشأ فيه وذاق فيه طعم الفقر ومرارته، ليرسخ لدى ابنه جونيور فكرة أن حياة الرفاهية لا تأتي صدفة، وإنما عبر العمل والتضحية والمعاناة. وصرح رونالدو في مقابلة تلفزيونية أن ابنه كريستيانو جونيور صدم عندما شاهد المنزل الذي عاش فيه والده طفولته، وبقي مذهولا غير مصدق لكلامه. وقال رونالدو أن ابنه خاطبه بعد دخولهما غرفته في منزله القديم: هل كنت تعيش هنا يا أبي؟ مبرزا أنه لم يصدق أن هذا كان منزل والده الذي يملك الآن ثروة هائلة. وصرح رونالدو سنة 2015 لمجلة The Times: من السهل أن تكون طفلا مدللا وكسولا ومزاجيا عندما تتوفر على سرير كبير وأطعمة متنوعة وسيارات سريعة ومنزل كبير. في يوم طلب ابني أن أشتري له آيفون ولكني رفضت. قال لي إنه يريد الاتصال بي، لكني أخبرته أنه يمكنك أن تستعمل هاتف جدتك. أردت أن أنقل له فكرة أنه ليس من السهل الحصول على أي شيء. وأبرز رونالدو أنه يحاول أن يعلم ابنه أن الرفاهية والسيارات والأموال لا يأتون صدفة، بل هناك عمل كبير ومعاناة وتضحية وراءهم. لذا من هنا نستنتج يا أصدقاء أن جونيور يتوفر على حياة جميلة، لكن هناك بعض القيود والقواعد التي يفرضها عليه والده والتي يجب عليه اتباعها. أخبرنا في التعليقات كم كان عمرك عندما حصلت على أول هاتف ذكي لك. إلى اللقاء.